كيتي عاملين ايه؟ وحشتوني. شكرا على 60,000، عيلتنا بتكبر بيكو وبدعمكو. فيديو النهاردة عن الأستاذ الوسيم اللي بيقع في حب الطالبة المشاغبة. مسلسلات في الفيديو لطيفة جدا، والناس اللي بتحب التصنيف ده ومتأكدة ان الفيديو هيعجبكو، ما تنسوش تعملوا لايك بقى، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار لما نزل اي فيديو جديد، واكتبوا لي تعليقاتكم الجميلة وهحاول ارد عليها كلها النهاردة. ويلا نبدأ الفيديو مع بعض. اول مسلسل معانا هو مثالي وعفوي. المسلسل مصنف رومانسي دراما مدرسي، وعدد حلقات 16 حلقة، وهو صيني. مسلسل بيحكي عن استاذ شاب بارد ووسيم، وتلميذة هادئة ومشمسة. هتدور بينهم احداث كتير، والاحداث دي هتنتهي بان هما يتجوزوا جواز مزيف. فيا ترى ايه اللي هيوصلهم للمرحلة دي؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. تاني مسلسل معانا هو الذاكرة الحصرية. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي مدرسي، وعدد حلقات 24 حلقة، وهو صيني. الأبطال بتوعنا هيلتقوا في أول مرة بسبب سوء فهم. البطل بتاعنا هو دكتور الفيزياء في الجامعة، أما البطلة بتاعتنا فهي طالبة. وفي أول أيامهم البطل هيكلف بأن هو يعمل امتحان للطلبة في الجامعة، لكن هيتهم البطلة أن هي بتغش، ومن هنا هيبدأ يحصل ما بينهم توتر أعصاب ما بين بعض، والاتنين هيبقوا متضايقين من بعض. فيا ترى إيه اللي هيوصل العداوة ديت لقصة حب؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. ثالث مسلسل معانا هو مرحبا الأستاذ المناسب. المسلسل متصنف كوميدي مدرسي رومانسي، وعدد حلقات 24 حلقة، وهو صيني. البطلة بتاعتنا هي طالبة في مدرسة ثانوية، عندها 17 سنة. هيتقاطع طريقها مع البالغ من العمر 35، وهو البطل بتاعنا، وهينتهي أول اجتماع ما بينهم بخناقة. بعد كده هتتفاجئ إن هو مدرس عندها في المدرسة، ومدرس الفصل بتاعها تحديدا. فيا ترى هيعملوا مع بعض إيه؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. رابع مسلسل معانا هو علمتني كل ما هو مهم. مسلسل متصنف رومانسي مدرسي، وهو ياباني. البطل بتاعنا على وشك الجواز من حبيبته، هما الاتنين مدرسين في نفس المدرسة الثانوية، ومفضلش غير بعض أشهر ويتجوزوا خلاص. لكن قبل ابتداء أيام الدراسة بيوم واحد، البطل بتاعنا هيصحى من نومه هيلاقي جنبه بنت غريبة، وما يعرفش هي مين، ولا يعرف اجت هنا ازاي أصلا. والمشكلة الأكبر إن البنت دي طالبة في الفصل عنده. بعد كده هنبدأ نعرف ان هي دي البطلة بتاعتنا، وان هي بتحاول تفرق بين البطل وخطيبته علشان بتحبه. فيا ترى بتعمل كده ليه؟ ويعني ايه بتحب شخص خاطب؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. خامس مسلسل معانا هو مرحبا ايها الوحش. مسلسل متصنف رومانسي اثارة غموض، وعدد حلقات 16 حلقة، وهو كوري. علاقة الحب اللي في المسلسل دوت مش هيبقى أستاذ وطالبة، هيبقى أستاذ وفي نفس الوقت اللي معاه هتكون واحدة بتتعلم منه الشغل، لأن البطل بتاعنا هو مستشار في قسم الشرطة في نيويورك، ولما هيرجع للكوريا هيكلفوه بقيادة فريق للتحقيقات الجنائية الخاصة. والبطلة بتاعتنا هتكون واحدة من تلاميذه اللي هيكون بيساعدها تفهم الشغلانة دي كويس. فيا ترى هيقع في حبها ازاي؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. سادس مسلسل معانا هو قهوة وفانيليا. المسلسل متصنف رومانسي دراما، وعدد حلقاته 10 حلقات، وهو ياباني. الأبطال بتوعنا هتدور بينهم قصة حب رغم فارق العمر الكبير. البطلة بتاعتنا هي بنت عندها 20 سنة اجت من الريف، وهو مسقط رأسها إلى طوكيو لدراسة في الجامعة. وهي بنت جميلة وذات شعبية بين الطلاب الشباب، بس هي ما كانش عندها قبل كده صديق أو حبيب، وبتحلم إن هي تكون في علاقة حب حلوة. وفي يوم من الأيام هيظهر البطل بتاعنا البالغ من العمر 30 سنة قدامها، وبيبدو لطيف وبيبدو مثاليا، وهتبدأ علاقتهم الرومانسية لحد ما تبدأ تكتشف ماضي المظلم. فيا ترى ايه هو ماضي دوت؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. سابع مسلسل معانا هو مرحبا معلمتي. المسلسل متصنف رومانسي مدرسي درامي، وعدد حلقات 16 حلقة، وهو كوري. مسلسل هيحكي عن البطلة بتاعتنا وهي امرأة في 25 من عمرها، بترغب وبشدة ان هي تكون معلمة في مدرستها القديمة بعد ما اتطردت منها بسبب سوء فهم. بعد ما هتحصل على درجة الدكتوراه هيطلب منها ان هي تشتغل في عدة مدارس ثانوية، الا انها بترفض دايما لان هي نفسها تروح تشتغل في مدرسة واحدة وهي مدرستها القديمة، عشان تشتغل جانبا الى جنب مع حبها القديم وهو معلم الفنون. ولكن علشان تدرس
المدرس في المدرسة دي هيبقى قدامهم مهمة صعبة جدا، وهي البطل بتاعنا وهو اكتر شاب مشاغب في المدرسة، فيا ترى ازاي الاتنين دول هيقعوا في حب بعض في الاخر؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل. تامن مسلسل معانا هو العلو الشاهق، مسلسل متصنف شبابي مدرسي رياضي وعدد حلقاته 20 حلقة، وهو كوري. مسلسل هيحكي عن مدرب كرة طائرة وفريقه وطريقهم للنجاح، ومن هنا هيبدأ يتطور علاقته بواحدة من البنات اللي بيدربهم، ومن هنا هتبدأ قصة الحب ما بين المدرب والتلميذة بتاعته. مسلسل لطيف جدا وانصحكم تتابعه. وفي المركز التاسع معانا هو فيلم مش مسلسل واسمه شهاب ناري. الفيلم متصنف رومانسي شبابي مدرسي، وهو ياباني وبيحكي عن طالبة في الصف الأول بالمدرسة الثانوية عاشت حياتها في الريف، لكن بسبب حاجة هتنتقل هي وأهلها المستثمر للخارج للعمل، والبطلة بتاعتنا هتعيش في طوكيو مع عمها. لم يكن للبطلة بتاعتنا حبيبا من قبل، لكن هتكن مشاعر للمعلم بتاعها في المدرسة، وفي الوقت نفسه واحد من زمايلها يبدأ ينجذب ليها. فيا ترى في النهاية هتبقى مع المدرس اللي هي بتحبه ولا مع الطالب اللي هو بيحبها؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الفيلم. وعاشر مسلسل معنا هو بطل الغريب، مسلسل متصنف رومانسي كوميدي وعدد حلقاته 16 حلقة، وهو كوري. مسلسل هيحكي عن فتى تم فصله من المدرسة بعد اتهامه كذب بان هو بيستعمل العنف ضد الطلاب الاخرين. هيرجع لاحقا للمدرسة بس كناضج، هو عايز ينتقم، لكن عوضا عن ده هيلاقي نفسه متورط بشكل غير متوقع في سلسلة احداث جديدة في المدرسة. ومش بس كده، هو هيبدأ يحب المدرسة بتاعته اللي في الفصل. مسلسل لطيف جدا من احلى مسلسلات الكوري بجد، وانصحكم تتابعوه. وبس كده يكون فيديو النهاردة خلص. اتمنى يكون الفيديو خفيف وعجبكم. ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وعملوا لايك للفيديو. وبس كده، باي باي.